صباح الخير، شلونكم؟ هلا والله منورين حبايب قلبي. طبعا بداية شكرا على تعليقاتكم الحلوة، واليوم راح اسوي لكم وصفة السمك المشوي، معجون عندي، دبس رمان وصلصة تمر هند. يلا تابعوا وياي الفيديو. هنا عندي السمكة، أنا فقط ملحتها، يعني بس ملحتها، والقشر مالتها ما شلته على ما تحترق. شغلت الفحم وحطيته هنا، وشوفوا يعني هاي الطريقة، أنا ما أحب أشوي بالمنقلة، فأحط مخليه هيك طابوقات، وأحط بنصهن الفحم هيك، يعني الشوي يصير أطيب، يعني ريحة الفحم تجي كلها على السمج. هسه هنا هيك شويتها السمجة اني بهاي الطريقة، راح ابدي احط لها الصلصة، يعني من تستوي هيك مرحلة. يعني الطعم مالتها يخبل روعة، يعني تحسين طعم الفحم بيها، يعني بالسمكة، ما اعرف لين، يمكن طابوك هيج حطيناه، وهذا يساعد شنو، ما بي فتحات، الدخان مال الفحم راح يطلع كله على السمكة، ما راح يروح لا هيج ولا هيج. طبعا اليوم المصور مالتي تعبان، يعني لا مشغل فلاش، فالضوء مال البيت فمبينة هيك، يعني مو واضحة عندكم. شوف هسه هنا أنا قلبتها على الصلصة على مود تاخذ هذا المنظر رهيب، شوف شلون. هذا شكلها النهائي، دبس رمان، صلصة تمر الهند، ومعجون فقط، الطعم يخبل. ألف عافية بنات، جربوها كلش طيبة. وأكيد من بعد ما يخلص السمك لازم شي حلا، فش راح أسوي لهم شربة رمان. طبعا انا رمان مفلسي ومجمدته، حضيف له مي وشكر بس، هاي الطريقة، واضربه بالخلاط. يعني حتى الرمان من الجمدية لا تخافي، ما راح يروح لا طعمه ولا لونه، وبالعكس يعني بفصل الشتاء ما راح يصير لك حار، شوية شوية ببرودة لين تجمدته. شوف هاي الشكل النهائي، طبعا استعملت على كوب رمان نص كوب شكر. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد، ومع ألف سلامة.